ده بيعمل اوفرلاب، هتلاقي فتوح وهتلاقي اكرم بزيز ورفعت، كنا كسبنا الفرقه دي 2-3 طبعا طبعا. كابتن كمون رايك افضل منه، رايك في دور حمدي فتحي النهارده في الملعب؟ هايل دفاعيا، هايل دفاعيا، يعني بيقفل واستخلاص الكوره وبيمسك استلام وتسليم هايل. السوليه كمان كان كويس قوي، الاثنين عاملين دور هايل. لكن احنا بنتكلم في النواحي الدفاعيه، احنا بقى عايزين النقله زي ما بنقول وهنفضل مصممين عليها النهارده، ان احنا كنا عايزين حد ينقلنا من الدفاع للهجوم، يبقى عندك مرونه، مرونه في الحركه، حد يكون لعيب بصير كويس يوصل للجون، اشغل الاطراف، اشتغل من العمق، شوط على الجون، كل ده المفروض كان يتعمل النهارده. لكن حمدي فتحي والسوليه كانوا كويسين جدا. طب وانت بتتكلم كده وكابتن رضا معانا وكابتن ابو الدهب، كده كده احنا بنتكلم ان ده المنتخب بتاعنا، هينضم ليه صلاح، ضم ليه تريزيجيه، لا تريزيجيه لسه بدري، وبالتالي وعمر مرموش هيفرقوا. الشكل بقى اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو انا عايز البصير، مين اللي هيكون موجود؟ قفشه، قفشه عبد الله السعيد، واحد من الاثنين ده الهدف هو كابتن. بس بص الوقفه بتاعت المدافعين يا فاروق، ما ده اللي احنا بنتكلم عليه، مفيش حد ماسك حد خالص، ما حدش ماسك حد، واقفين غلط. ما ده اللي احنا بنقول يا فاروق، ان انت دي لعيب لعيبه دوليه، هي دي واقفه في ال 18 ومحدش ماسك حد يا كابتن. يعني هي دي كوره، كره اتلعبت واتشاط، يعني حاجبين برضو قريبين، هم داخلين جوه ال 6 يارد دي اول ده ذكاء من لعيبه الجزاء، مش ماسك عشان كده جه جون. انا المفروض فاول زي ده اطلع الناس حتى بره ال 6 يارد، ما اعملش طبعا عشان الشناوي لو اتلعبت طويله يطلع ياخدها، في حد زي الجون حد هيشوط اطلع اعمل بلوك عليه واقدر احط رجلي. لكن اللي حصل عملها الراجل بره الحيطه، شاطها قلشت تحت كمان، انت رجل هنا الراجل فتوح ده كان راح وحط رجله مع الراجل، ما كانش معلش، ما هو ده دوري بقى، انا مدافع لازم اعمل الحاجه اللي هي عشان تمنع الهسالك. لا معلش، هو انت النهارده المدير الفني كان بيقول لنا ايه زمان لما الفاول بيبقى على 18 بيقول لك اقف على الحيطه، يعني اقف مع خط الحيطه، لا ده اللعيبه داخله لبعض الحيطه، وده اللي عمله فريق الجزائر، خدوه من ذكائهم، خدوهم ودخلوا السكس يارد يا فاروق. وبعدين لما الكره حتى اتلعبت ما طلعتش، يعني اللعيبه واقفه بتتفرج، يعني في عدم تركيز. طيب لكن انت بتتكلم على نقطه مهمه جدا، اللعيبه، خلي بالك هو مقتنع باللعيبه المحترفين مع بعض اللاعبين اللي موجودين، خلي بالك، وانا بقولها لك عشان الناس ما تزعلش، هو مقتنع بعبد الله السعيد في الحته دي، وعلى فكره وبيوسع له الدنيا كلها عشان عبد الله السعيد يلعب، مش مش قلت ان قفشه وحش او فلان وحش، لا هو الراجل عنده قناعات، زي ما قلت لكم الماتش المره اللي فاتت هو هيلعب على مروان حمدي، هو هيلعبه لانه مقتنع بيه. لكن هو لما يجي عبد الله سعيد ومرموش ورمضان صبحي الراجل هيبتدي يختار معاه. لا رمضان صبحي، طيب تجربه النهارده كابتن الجزائر، هل بتقيمها بقى ان وقت لو احنا لعبنا الجزائر وقعت امامنا في مباراه لا الصراع بومت بقى، هل الوضع بالنسبه لك انت كده قدرت تقيم منتخبنا في ان انت مثلا بتضيف حد زي صلاح، بتضيف حد زي قفشه، زي عبد الله سعيد مثلا، هتضيف الناس دي افريقيا كمان، احنا بنتكلم عن هتضيف الناس دي، بس يبقى لك شغل تكتيكي يا فاروق.